السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وهذا على لسان لقمان، وتعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيلحقه أداء، ولا بد أن يصبر ويحتسب ذلك الآمر بالمعروف وأجره على الله. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن نحن مأمورين بذلك، ولكن البعض يقول: أنا ما أتحمل الأذى والمشاكل، لأني لو بنصح أحد أقل شيء بسمعه أنت وش دخلك. طبعا بين قوسين هذا هو أقل ما تسمعه أو أقل الأذى. نقول الحل في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. مقياس الاستطاعة هو تحملك لما سيلحقك من أذى، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من تكفلت بتغيير المنكر باليد، وتحملت الأذى الأكبر من الانتقاد والسب والمحاربة من أصحاب الهوى والانفلات، ومع الأسف أيضا من الجاهلين. أما سائر المجتمع فيغير المنكر بلسانه وبقلبه دائما. وفي التقرير الإحصائي السنوي لأداء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بلغ عدد الوقائع الجنائية المضبوطة 330,235، منها قضايا تحال لجهة الاختصاص تمثل 10%، ومخالفات انتهت بالتعهد والمناصحة وإخلاء سبيل صاحبها وتمثل 90%. أقل من 500,000 واقعة ضبطت من قبل الهيئة في عام واحد فقط. تخيل معي هذا المجهود الجبار في قضايا السحر وفك السحر والذي تم النصب عليهم، والمشعوذين والتخريب، ومن قضايا الابتزاز وشبكات الدعارة والمسكرات والمخدرات والتحرش بالفتيات والشذوذ الجنسي والحفلات الماجنة المختلطة والحفاظ على الآداب العامة وغيره وغيره وغيره. الهيئة تعمل كل يوم من أجل إحياء هذه الشعيرة العظيمة التي بها يحفظ الله البلاد والعباد. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهم يسعون، أي الهيئة، في حفظ الأمن والأمان وحفظ الأعراض. أما بعد تقليص دور الهيئة ونزع الصلاحيات منها وأصبحت جهة دورها التبليغ فقط، فكل المجتمع يستطيع التبليغ. السؤال هو: من سيغير المنكر بيده؟ لو فعل الشعب ذلك ستصبح فوضى. ولو نقلنا مهام الهيئة للشرطة فهي أيضا لا تستطيع، لأنها تبذل جهد كبير في ردع الإرهاب والتفجير، ولديها من قضايا السرقات والتهديدات والخلافات الكثير، وهي أيضا تحفظ الأمن، والعبء كبير عليها، وليست مختصة في مهام الهيئة. فكل مركز وجهة لها مهام، وليس بالسهل نقل مهام الهيئة للشرطة أو أي جهة أخرى. ويبقى السؤال: من سيغير المنكر بيده ويحل محل الهيئة ويعمل بنفس الجهد الجبار؟ طبعا لا أحد. وهل من المعقول أن يرى رجل الجمارك التهريب ولا يفعل شيء سوى التبليغ؟ وهل يرى رجل المرور المسرع الذي يهدد حياة الآخرين ويكتفي بالتبليغ؟ لذلك نأمل ونرفع سقف الأمل بعودة الهيئة ليس كما كانت، بل أقوى، وتمكينها للوقوف في وجه من يريد الخراب لهذه البلاد. يقول أحدهم: يا أخي، الشعب ليس همجي أو منفلت لدرجة أن تقول إذا ذهبت الهيئة كثر التحرش والسحر والابتزاز والسكر وغيره. طبعا هذا لا يفهم الواقع واختلاف الناس، ولو وافقناه الرأي لقلنا أن الشعب أيضا ليس همجي ولا يحب السرقة، وأنه ليس مغمور بالمخدرات، فلماذا الشرطة ولماذا مكافحة المخدرات؟ لنلغيها جميعا إذن. أما من يقول أن الهيئة لديها أخطاء، نسأل: هل الخطأ في سياسة ومنهجية الهيئة وعملها، أم الأخطاء تكون فردية؟ فكل من يتكلم عن الهيئة من هذا الجانب يذكر أخطاء فردية. مثال على ذلك فتاة النخيل، يقول: كيف يجبر الفتاة على ركوب سيارة الهيئة ويمسكها بالقوة؟ نسأل: لماذا كانت الفتاة خائفة وتحاول الهروب؟ ما الذي فعلته؟ لماذا لم تكن واثقة من نفسها؟ ألا يجدر أن نحترم الهيئة ورجالها بكونها جهة حكومية ونقف في صفهم أمام كل ساقط ومخرب؟ أم لأنها فتاة؟ ما هذا النفاق؟ ولو اعتبرت أن ذاك الفعل خطأ، فيبقى خطأ فردي،
مثله مثل مطاردة المرور لشاب انتهت بحادث وانقلاب وحريق ودخول الشاب المستشفى، أو مثل مطاردة المرور التي انتهت بوفاة شخص في حادث جماعي في بريدة، وغيرها من الأخطاء الفردية. لماذا لا نسمع من الشبكات الليبرالية والإعلام صوت في هذا؟ لماذا هذا الحقد على الهيئة؟ ثم إنها تعمل كل يوم ومنهجها الستر والنصح وردع المنفلتين، فهل من أجل خطأ أو خطأين أو ثلاثة أو عشرة فردية نقوم بتقليص دور الهيئة أو نحاربها؟ وأوجه جزء من كلامي للجهلاء الذي يأخذهم الإعلام والكلام يمين وشمال. وأخيرا أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده لما يحب ويرضى، ونكرر الآمال بعودة الهيئة وتمكينها، فالشعب غيور ولا يرضى بالمنكر، والسلام عليكم.